صباحك الله بخير يا بوي. هلا بوي. هيا. صباحك الله بخير عم علي. صباح الخير يا هلا. مشكور. علي. كنا وراك عليه من مدني يا ابوك. اي نعم يا ايوه. انا الله يسلمك كنت جاي ابشرك. تبشرني؟ خير؟ امور ترقية. حامل يا ايوه. زين يا ابوك. بشرك الله بالخير. هذا اليوم اللي من زمان وانا انطره. اليوم اللي بيصير عندي حفيد يحمل اسمي واسمك واسم العائلة. وانا من الحين يا ايوه اذا كان ولد ناوي اسمي الولد على اسمك عبد الله. بارك الله فيك ورزقك الذريه الصالحه. يبا تذكر وعدك لي قبل لا تزوج؟ وعد؟ اي وعد؟ انت ما وعدتني وقلت لي اذا تزوجت ومرتي يا بت ولد انك تكتب هالعماره هذه باسم ولدي؟ بلى، بس وعدي هذه ما كان لك بروحك، بس كان لك وحق اخوك عمرو. اي نعم يبا، اي نعم كلامك عدل، الوعد كان لنا احنا الاثنين. صبحك الله بالخير يبا. سامحها طال عمرك. اي بس انا مرتي حامل وفي شهرها الثالث. ها وخير يا طير، انا بعد مرتي حامل وفي شهرها الثالث، وانا كنت جاي الحين علشان ابشر ابوي بهالخبر. ما شاء الله، اللهم لك الحمد والشكر. احب اطمنك بعد يبا، الولد اللي بتيه بمرتي شيخه اسمه عبد الله. يعني على اسمك الله يسلمك. يعني كلش متاكد انه بتيه بولد؟ صرت اعرف الغيب؟ لا 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 لا، انا الغيب ما اعرفه، بس مرتي شيخه انا اعرفه زين، ويها ما في الا صبيان. على كل حال يا عيال، اللي مرتي بتولد قبل الثانيه وبتجيب ولد، هالعماره هذه بتصير حق ولدها. انزين يبا، واللي مرتي بتجيب بنت؟ البنت بعد لها نصيبها، واذا الله يسر الامور وصار اللي في بالي، هالعماره هذه بتجمع ما بتفرق. سمعني زين يا رقيه، من الحين اقول لك ترى غير الولد ما ابغيك تجيبين. قول ان شاء الله. ان شاء الله، بس بعد ابغيك تولدين قبل شيخ عمر اخوي. عاد هذا الشيء مو بيدي، هذا الشيء عند الله. ونعم بالله ما قلنا شيء، بس بعد ابغيك تولدين قبل شيخ عمر اخوي وتجيبين ولد. سامعه؟ ولد. يا رب ترزقني بولد وتخلي مرتي تولد قبل مرت اخوي يا رب. شيخة يا عيوني، احنا الحين خلاص اتفقنا ان تجيبين ولد، صح؟ اتفقنا؟ ليش؟ هذي شيء في يدي والله في يدك؟ ادري ادري ان هذي شيء بيد رب العالمين سبحانه، بس انتي بتجيبين ولد. بو محمد؟ اي بو محمد، انت بس يودي على ابو محمد هذي وحطي في بالك انك بتجيبين ولد، والله الله سبحانه بيرزقنا على نيتنا. انزين واذا رقاي بعد جابت ولد؟ ما بتجيب، واذا كانت بتجيب يبقى لازم انت تولدين قبلها. ليش هالشي هذي على كيفي؟ انا ما يخصني، انا كل اللي عارفه انك لازم تولدين قبلها وتجيبين ولد. صعب الله يسلمك، بس انا ممكن اشور عليك شور خاص بالولاده، شيء تسويه يخلي مرت اخوك تتاخر ولادتها للشهر العاشر. شنو قول؟ الله يسلمك، اقول شيء بس ببلاش. عين ابوك، ما عمرك سويت شيء ببلاش؟ خذ. مشكور طال عمرك، الله يسلمك يخليك. اترك عنك الهذره وعطني المفيد.
الناس يقولون سلمك الله ان المرأة الحامل اذا كلت لحم يمل تتأخر ولادتها للشهر العاشر. وانا شو اللي خلينا اصدق كلامك هذي؟ يا عندك نسوان الفريج تقدر تسألهم الله يسلمك، واذا واحدة منهم قالت لك غير هالحكي هذي بيزاتك احط عليهم كثرهم واردهم لك. كلام عدل. انا شلون راحت عن بالي هالسولفة؟ دريت الحين تقوم تروح السوق تشتري لنا ربعة لحم يمل وتيبه وخلي الباقي علي. بس ربعة لحم؟ أجيب لك يمل بكبره. بس انتي آمري. أبي لحم أحسن يمل من غير عظم من غير شحم. عندي لحم توه طري لو ضقت ربعه تشتري يومية بالمنين. لحم للجاد ياخو مثل أبا النصار يقضي على المفاد والريح مع مصطاد. صج اللي يقولونه ايش اللي يقولونه؟ ان المارة الحامل اذا كلت لحم اليمة يصير تتأخر ولادتها شهر كامل. الا هذا الهرج صحيح وانا اخوك واجيب لك الامثال حتى تستفيد. تدري فهد وحمود ابراهيم ربعك هلي كل واحد جنة فنتير. ربعك هلي كل واحد جنة فنتير. من مولد الله من عقب بعد شهر. احمل يمن يا خوك من يستوي كود ما تشتيل غزلان او هم طحفود. احمل يمن يا خوك من يستوي كود ما تشتيل غزلان او هم طحفود. ايش تقول كم تبغي اقص لك ربعه ربعتين او زود؟ انا في بالي نعم عامر يهز لي يمل كامل. الله الله يمل كامل. يمل ذبحه ونظفه ونظفه زين ولا تنسى بعد عامر يا ولد العم ابدت ابدا والجلوه ومعها القلب لاني اسمع يقولون من ياكل الكبدة يتمزمز على الجلوة ونتفة قل يقدر يعبر الصحراء ولا يحس بالتعب في الدرب. عليها الحياة في الأرض برتابها. عليها الحياة في الأرض برتابها. من عرفها ورعاها أو عرف ما بها. من عرفها ورعاها أو عرف ما بها. هي سفن في بحرها وحنا أربابها. تعبر الأرض وتدعي منهم أصحابها. تعبر الأرض وتدعي منهم أصحابها. واللي ياكل لحمها يملك أعصابها. واللي ياكل لحمها يملك أعصابها. وحي حبيبة والحبيبة تعرف أحبابها. الحبيبة والحبيبة تعرف أحبابها. علي؟ علي؟ نعم نعم. بغيتك يا عيوني تشوف لي أحد من اليهول يودي هالصحن بيت أخوك. ايش في الصحن؟ عيش على لحم. لحم شنو؟ لحم يمل.
أنا بيدي أودي لهم. سام، بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يا باي، مرت أخوي هذي عليها طباخ يبط الراس من ريحته. ها بشر، شا بشر الله يهداك، شا بشر. انت دريت يا اخوي الرزيل سوى؟ سوى؟ انا اقول لك سوى، كل العيش واللحم كله عن مرتد. كله بوخ؟ يعني شيخه ما كلت ولا شوي من اللحم؟ اذا العظام على قولته قاعد يمصمصهم، وين تاكل شيء من اللحم؟ حسبي الله على ابليس ان شاء الله. انا لو دوري هاللون كان طرشت لهم الجدر بكبره. المهم الحين شو نسوي؟ ما في الا باكر اطبخ نفس الطبخه واعزمها هني عندي في البيت حتى تاكل قدامي. و شيخه عيوني شو لما تاكلين لحم؟ والله مر يا اخويتي شفيني اليوم مو مشتهيه اكل شيء. عاد ما يصير كذي يا اخويتي، عيل هاللحم ذي كله انا طبختها من له. انزين انت ليش ما تاكلين؟ وي انا ودي اكل هاللحم ذي كله، بس انا متناسيه في اللحم. تصدقين من قد ما انا مو مشتهيه اكل كنت ناويه اتعذر منك لولا خوفي انك تزعلين. ايه اكيد بزعل، عيل اطبخ هالعيش واللحم ذي كله علشانك ولتين؟ شو اسوي يا اخويتي؟ هالحمال تعبني وايد، يقولون ما يتعب الحامل هاللون الا الصبي. صبي؟ عيل هاتشك لي هاتشك لي. لا واللي سلمت يرقي مو مشتهيه. بس هذا النتفه. صدقيني صدقيني لا اقدر ما بارد يدك. قلت لك شك لي رقيه؟ ايش فيك؟ ما فيني شيء، ما تبين تاكلين كيفك. ويه ازعلت على نتفة الحامة؟ اسا وين في روحك هاللون؟ ما يسوى عليك. هاتيها هاتيها بتقصب بها. بشري كلت نتفة الحمى نشفت ريجل انكلت. سين بشرك الله بالخير، الحين ضمننا انك بتولدين قبلها، يعني ما باقي الا انك تبين ولد. اقول راحت عليك العمارة يا اخوي. يا الله تعيني وتصبرني يا الله. ما كنك طولتي في الحمال شوي؟ انت الحين ايش قد صار لك؟ باقي لي كم يوم بكمل التاسع بودش العاشر. ها؟ العاشر؟ العاشر اللي يكون متزوج لي بقرة وانا ما ادري. لا راحت العمارة. يا الله يا الله يا ربي. شيخة شيخة يا عيوني، انت تظنين يعني اش قد يبيلك وتولدين؟ يعني ان شاء الله باكر او عقب باكر. لا باكر زين، عقب باكر ما ينفع، واذا تقدرين بعد الليلة يكون احسن. يا رب يا رب تخلي مرتي تولد الليل يا رب، لاني بصراحه
مو بضامن النار قيو ما تولد الليلة. ما بنت اللي صرختي؟ لا لا. يا قلبي اقول راحت العمارة. حش 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 يا رب يا رب سهل عليها يا رب يا رب. تسمعين لصوت السنعة مو بنتي لا كلها من بعد حطلي على الفراش وما عندك لا واه انا لله وانا الي راجعوا. ارقي للحين ما ولدت. للحين يبا للحين من اذان الصبح وهي تطلق وللحين ما ولدت. الله يسهل عليها وتولد بالسلام ان شاء الله. امين امين يا رب العالمين. علي ابوك انا بروح العماره ومن تولد رقي تتبشرني لا تنسي. ان شاء الله يبا ان شاء الله لا توصي حريص. يلا فمان الله فمان الله. شيخة انت متأكدة ان للحين ما فيك طلق؟ ما فيني يا عمر بعد هذا شيء ينخش. زين عيال الشولة حاطة يدك على بطنك وقاعدة تقولين واه بطني من امس يعورني. يعني طلق هذي يسمونه طلق بس انتي لانك بكر ما تعرفين هالسوالف. يعني فيش طلق من امس وساكتة تنتظرين رقى يوم ارتخوي تولد وتروح علينا العمارة وانت ساكتة؟ اي طلق الله يهداك. لا 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 الحين الحين اروح انادي ام جان واخليه تولدك. انت اصلا ايش فهمت بالسوالف؟ اقول ربحنا فيه طلق من امس وساكتة ام جان. عمر عمر تعال يا عمر تو الناس. انا لله وانا اليه راجعون. بيستخف هالريال ما تسوى علينا العمارة. علي ام جان عندكم في الدار تولد رقية؟ نادها. اناديها؟ اي نعم نادها وزتات بعد. ليش؟ زوجتي شيخة قاعدة تطلق وبيها تولدها. ورقية؟ وانا ايش علي من رقية؟ اقول لك شيخة الغالي قاعدة تطلق تقول لي رقية؟ اسمح لي ام جان ما راح تطلع من هالبيت الا لما تولد رقية. نعم فلا تعال ايش هالطلق هالسكيتي هذه اللي حتى صوت واحد حق مرتك ما سمعنا. وانت ايش عليك منها؟ ايش عليك منها؟ انت عبالك كل النسوان مثل مرتك. انا زوجتي مسكينة ثلاثة ايام تطلق لكن صوت واحد ما صوتت. تدري ليش؟ لانها مرة صبورة وتحترم نفسها. وخر عني وخر. ام جان يا 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 ام جان وين رايح انت؟ نعم هلا. الله يسلمك. زوجتي شيخة تطلق وبقتك تولدينها ان شاء الله. وين بيتكم؟ هني بس اول ما تطلعين اول باب على يسارك. زين انت تقدم وانا جاي وراك. مشكورة. شيخة تطلق. الله نعم هذه الصوت ام جان زتات يا ابو. ام جان وين رايحه؟ مبروك مرتك ولدت. مرتي ولدت؟ رقية ولدت؟ يا الله يا رب سهل علي يا رب. يلا يلا ام جان.
خشمي الله يغرب لها. لكن ما عليه بعد حلو حلو. يا الله ولدت بنت، جبت لي بنت عقب صبر الشهور الطويلة وكل التعب اللي تعبناه، جبت لي بنت. بشري ولد 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 الله ولد. انجان نعم. لحظة لحظة لحظة، انت وقت اللي كنتي ببيت علي زوجته ولدت ولا للحين؟ اي ولدت ولدت ولدت. يا قلبي يا زين، ايش جابت؟ جابت بنت. بنت عيال العمارة من للحين؟ العمارة لا لك ولا لأخوك. الحمد لله اللي كان في بالي وتمنيت انه يصير صار. ايه بس يا يبا انا مرتيابت ولد. ايه بس جابت متأخرة، والشرط يقول انها تولد قبل وتجيب ولد. زين وانا مرت اللي ولدت قبل؟ اي بس جابت بنت. على كل حال هذا اللي كنت اتمناه حياده، والحمد لله انه صار. تبون تعرفون ليش؟ ابقي هالعماره هذه اللي صايره مكان للمحارب بينكم تصير مكان للموده والصلح والتعاضد بينكم ومن بين عيالكم وعيال عيالكم الى يوم الدين. بس سمعوا كلمتي الاخيره لكم، لا تبون تحافظون على هالعمارة من الحين تتفقون وتتسمى بنتك يا علي زوجة حق ولدك يا عمر، وتصير العمارة لهم هما الاثنين. ها ايش قلتوا؟ علشان نخلى مثل المايا تجي وتروح، كل المال يجي ويروح. مثل المايا تجي وتروح، كل المال يجي ويروح. ليش الحرقة وليش الفرقة والخوف وعوار الراس، واحنا ندري كل شي رايح ما يبقى غير حب الناس. علشان نخلى مو كل شيء، وعمارتنا مو كل شيء. المال والله مو كل شيء، وعمارتنا مو كل شيء. والشيء اللي عاد خلاف وحنا ورغنا وقلنا خلنا ننسى وننسى سباقه ضاجه الهالعيال. علشان نخلص